لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك جمال الفال يصلكم كل جديد. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم جمال الفا. هذا الفيديو بغينا ندردشوا شويه مع بعضياتنا، نهضروا على شي مواضيع، شي حاجه اللي حنا تطرقنا لها وديما كنخشي ميساجات يعني في الفيديوهات، كاين اللي كيفهم كاين اللي ما كيفهمش. المهم هذا الفيديو غادي نخرجوا ليه طاي طاي، يعني غادي نهضر معكم نيشان. ايماجيني معايا دابا هذا الفيديو راه موجه للبنات والدراري. ايماجيني معايا دابا حنا مسلمين ياك، يعني حنا في دولة إسلامية دولة عربية. ايماجيني معايا يا اختي انك انتي مشيتي مع واحد السيد، مشيتي مع واحد السيد يعني كنتي كتعرفيه كنتي كتبغيه، مشيتي وغلطتي معاه. المهم بعدا باش نسهلوا الامور اخوان، هاد الفيديو الناس كبار شويه اللي داخل غير باش يتفلى ويطنز يضحك غير خرج، بلا ما تكمل معنا الفيديو. حتى الفيديو غادي نفرقعوا فيه الرمان النيت وغادي نقصحوا شويه الهضره. ايماجيني اختي واحد السيد كنتي معاه كتبغيه، وانتي زعما انتي اللي عزيزه على والديك وكذا وتيخافوا عليك وتيحترموك وعاطينك حريه وعاطينك شحال من حاجه، وكان السيد كيبغيك وانتي كتبغيه وكذا ومشيتي معاه، يعني بالعربيه تاع العربي يعني نعستي معاه. انا كما قلت لكم في هذا الفيديو غادي نجيو نيشان، نعستي معاه فقدتي العذريه ديالك كما تيقولوا المغاربه، مبقيتيش بنت. داس مده قال لك الله يعاون الله يعاون، وصفي لي الاحساس ديالك دابا كيفاش كتحسي، وصفي لي الشعور ديالك دابا كيفاش كتحسو. شي وحدين دابا راه في الفيديو كيتفرجوا وقع عليهم هذا الشيء، وقع عليهم هذا الشيء، عرفتي كيفاش يعيشوا كل نهار، راه يعيشوا الجحيم، الجحيم كيعيشوه دابا كل نهار. وهضرات معايا واحد البنت، عرفتي قالت لي واحد الكلمه ما نكذبش عليكم الاخوان كتقطع، قلت لي يا جمال اغلى حاجه اني كنتكلم لك ولي انا يمكن كنت بغيت نقدمها للزوج ديالي خسرتها بسبب غلطه، غلطه مشى كلشي. المشكله ديالكم الدراري انت راه غادي ديرها وغادي تقول غنتوب نصلي نستغفر في نظرك هذه رجله. انا عندكم واحد القصه ديال واحد البنت، بنت كانت باقا صغيره وكان معها واحد الدري وتيبغيها حتى الدري، يعني حتى الدري كان كيبغيها. وشو الفكره اللي طاحت عليه؟ قال لها باش يخليونا والدينا نتزوجوا خاصني نحملك. والبنت الهبيله تيقاتو، اقسم لكم بالله الا هاد القصه حقيقيه وهضرات معايا البنت، وداك الشيء اللي وقع والشوهه وقعات والبنت حملات، واقفين على الطلاق وواقيلا راه طلقوا وراه خدامه دابا على بنتها، مشات ما في ان دوله دابا كتخدم على بنتها بسبب غلطه وحده. المشكله دابا ديالكم اغلبيه ديال 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 البنات، اين فوا كيجي شي واحد جوج كلمات حلوين شويه ديال الاهتمام، اذا كان مثلا يلاه تفارقتي مع واحد الانسان كيجي هو كيعمر بلاصتو صافي كتقولي وليت انا تنتوحشو كتعجبني مع الهضره، شويه تقولك اجي عندي للدار لا طا 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 غادي بشويه. والمصيبه انك تلقى ديك البنت شكون شنو عجبها في ذاك الانسان، عجبها هضرتو الهضره عاد واوا 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 صافي، الرجله ما بقاتش غير بالهضره بقات بالافعال. واش فغيمون راجل، واش فغيمون هاد السيد راجل تيدوخكم بنادم الهضرة، تيدوخكم بالتعابير وداك الشيء الزوين والحب والغرام وداك الشيء كتشوفو في أفلام تركية، كطيحو كطيقو من بعد كيحيد عليك داك الشيء اللي نتي مولفه ولا داك الشيء اللي كيعجبك أصلا ديك الهضرة ديالو، باش تصالحي معاه وتخليه يرجع كيف كان خصك ترضي ليه الرغبات ديالو.
شكون كيكون في الضحيه في الاخر؟ انتي انتي الضحيه في الاخر، حيت حنا في واحد المجتمع، مجتمع باقي محافظ. الراجل تيقول لك واخا يغلط غادي يتوب، والبنت اللي غلطات صعيب يتقبلوها. هادشي اللي كنحاولوا حنا نصلحوا في القناه ديالنا، الفيديوهات اللي كنحطوا ديما هادشي اللي كنبغيو نحطوه، نغيروا شويه العقليه. كيف ما كيغلط الراجل حتى المراه تقدر تغلط. هنا شنو كيوقع لاغلب النساء اللي كتخسر هادشي؟ شنو كدير؟ كتبغي تنتقم من الرجال. واو واو شنو كدير؟ اللي بان لها كتصاحب، علاش حد داكشي خسراتو اصلا؟ كتولي تنوض خارجه هنا خارجه هنا خارجه هنا، في الاخر كطيح بواحد الشارف كيولي يصرف عليها. البنت مشات لطريق الفساد، صافي مشات. علاش؟ حيت تقول لكم مستحيل نلقى شي واحد اللي تقبلني كيف ما انا. وهادشي اللي بغيت نقول لكم الاخوان، راه ماشي مستحيل، راه ماشي مستحيل. كاينين ولاد الناس، كاينين ولاد الناس، قسما بالله الا كاينين ولاد الناس. كاين اللي مستعد يستر بنت، كاينين. واحد تيدير غلطه كيوليو الرجال كلهم شميت، كلهم خايبين. كاين اللي كيخاف الله، كاين اللي عارف بان الانسان تقدر يكون ضحك على شي واحد، كاين اللي عارف بان شي وحده يقدر شي واحد يكون دار لها شي حاجه، شي حاجه ما عرفت في العصير ولا شي حاجه وضحك عليها، كاين اللي عارف بان دارت غير شي اكسيدون ولا هادي وداكشي وقع عليها، كاين اللي ما اصلا ما كيديهاش داكشي، كاين اللي باغي غير الخير. المشكله ديالكم انه نتوما فاش كتوقعوا في هذا الخطا كتبعدوا من الله سبحانه وتعالى. والله الا بغى شي حاجه قول ليها كن فيكون. سدينا تنعرف بنات وقعوا في هاد الاخطاء، وقعوا في هاد الاخطاء. شنو داروا من بعد؟ قسما بالله الا وحده كانت كتحماق على واحد السيد ونفس هاد الشيء وقع ليها، من بعد 5 سنين مع 6 سنين ديال العشره تفارق معاها، اش دارت هي؟ ناضت، ناضت من بعد قالت صافي انا ما غنعمرش راسي بالرجال، انا ما غنديرش الزواج في عقلي. صافي حيدات الزواج من عقلها، ناضت، بدات حياتها، غيرات حياتها، قرات هادي اللي خدمات احسن بوست. بمن تزوجت في الاخر؟ بالمدير ديالها. وشرحات ليه، قالت ليها شنو السبب ديالي، شنو السبب ديالي، شنو السبب ديالي؟ ضحك عليا واحد السيد، ضحك عليا كتبقى صغيره. شنو قال لي؟ انا باغيك كيف ما انتي، حيت ديك هداك الشيء اللي نتوما كتهضروا عليه كيمشي في 30 ثانية، وين كيبقى داك الانسان اللي معاك كيف داير؟ شنو انت زعما ملاك ملائكة؟ ما كايناش هادي، كلشي كيغلط، كلشي كيغلط. وين اللي كتقصح شوية في القلب، ما علينا ان يعني راجل كنقولها، اللي كتقصح في القلب انه تكون كتكون الضحية، كتكون الضحية البنت، حيت البنت سهل التلاعب بالدماغ ديالها، يعني سهل تحكي عليها بجوج كلمات حلوين، بعض المرات كتستغل الجرح ديالها او مثلا شي نقص اللي هي عايشه ولا شي حاجه، وكد يعني كتجرل عندك، من بعد كتقضي الغرض ديالك وكتجري عليها. راه ما عمرها ما كانت دير ما رجلها هذه الاخوان، راه ماشي رجلها، راه ماشي رجلها. وملي تشوف مثلا غير الاخت ديالك كتهضر في التليفون ولا هذيك كدير فيها صعصع تبدا تضرب بالبيبان في الديور وداك الشيء، عرفت هذا الفيديو غادي يقلق يعني المتابعين، يعني بعض المتابعين ماشي كلشي، يعني الرجال يلا تيتفرجوا اول مره غادي يقلقهم، يعني عرفت هذه حقيقه الاخوان، ماشي رجله، هذه ماشي رجله. انه واحد الانسان كتكون تاقص فيك، تاقص فيك يعني اعتبرتك راجل وغلطات معاك، وقعت معاك في الحرام، وفي الاخر تقول لها بسلامه. يعني هذا الشيء كيردنا الفيديو اللي كنا هضرنا عليه، ما تيبغيش البنت المعقده وما يتصاحبش مع ديك البنت المعقده ولا هادي ولا هادي ولا هادي، تيمشي هذيك البنت الاوفر ستيل زوينه كدا هادي هادي، تيضحك عليها. من بعد ملي كيبغي يتزوج كيتزوج بالمعقده. هذا فيديو بغيت نقول فيه الناس اللي باقي ما ارتكبوش الخطا، ما ترتكبوش الخطا، ما ترتكبوش. حيت قلت لكم في الاول، ايماجيني معايا مشيتي مع داك الانسان وخسرك بالعربيه التعرابي نيشان، وقع اللي وقع وقال لك باي باي، شنو الاحساس ديالك دابا؟ شنو الاحساس ديالك غادي يكون؟ كيفاش غادي يكون؟
راجعوا نفسكم. وهذا الفيديو عاوتاني باش نقول لدوك الناس اللي وقعوا في الخطأ، ثقوا في راسكم، كاين الله، الله راه شاهد على داك الشيء اللي وقع، والله ما غيضيعكش. تقربوا من الله، كثروا من الاستغفار، كثروا من الصلاة على الحبيب، صليوا الله، صليوا الله سبحانه وتعالى، صليوا الفجر ودعيوا الله، غادي يلاقيكم بولد الحلال وولد الناس. عيشوا حياتكم، عطيو قيمة لراسكم، راه باقيين ولاد الناس. هذا هو الفيديو ديالنا، يعني هذا اقتراح من عند واحد البنت يعني في روسيا، سلوى، تحية لسلوى، هي اللي اقترحت عليا هذا الفيديو. ونيت انا كنت معصب من هذا الموضوع وجات فرصة. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا، عفاكم بارطاجيو الفيديو، يعني كنطلبكم عفاكم بارطاجيو الفيديو باش يستافدوا يعني الناس بزاف، على الاقل يعني نفيقوا بعض الناس. كنتمنى ان هذه الافعال تغير صراحه. صافي هو هذا، نتلاقاو في فيديوكم ان شاء الله. السلام عليكم. لا تنسوا متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك جمال الفا ليصلكم كل جديد. للتوصل بكل جديد على قناة جمال ألفا، المرجو الضغط على هذا الجرس الموجود هنا وتفعيل هذه الخاصية والضغط على انغوجيستخي، وتصلك جديد فيديوهاتنا على مدار اليوم.